دولة الكويت تواجدا مميزا ضمن حفل توزيع جوائز ميد لجودة المشاريع من خلال فوز مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بجائزة المركز الأول عن المشاريع الثقافية والتراثية في منطقة الخليج. ضمن حفل توزيع جوائز ميد لجودة المشاريع، حققت دولة الكويت تواجدا مميزا من خلال فوز مركز الشيخ جابر الأحمد بجائزة المركز الأول عن المشاريع الثقافية والتراثية في المنطقة الخليجية، ما يتوج الجهد الكبير الذي بذل لإنجاح هذا المشروع وتتويجه بالمشروع الأفضل على مستوى المنطقة. مركز الشيخ جابر الثقافي فاز بجائزة ميد في مجال الثقافة. طبعا هو يتميز ان المشروع انه خلص ب 22 شهر. المركز متميز في من ناحيه التيتانيوم في التكسير الخارجيه، وطبعا في الحدائق اللي موجوده والمطاعم النافوره اللي موجوده واللقاءات اللي موجوده في المباني. التميز الكويتي في حفل توزيع الجوائز كان له حضورا بارزا من خلال عده مشاريع رشحت للفوز بالجوائز، حيث تمكنت ايضا محطه تحويل رئيسيه في معهد الابحاث من الفوز بجائزه المشاريع الصغيره الافضل بعد المنافسه مع عده مشاريع اخرى. اما جائزه محلات التجزئه الافضل لهذا العام فحصلت عليها المرحله الثالثه الافنيو، فيما فاز طريق الجهره جمال عبد الناصر بجائزه افضل مشروع للمواصلات من خلال تمكنه من اختصار وقت كبير في التنقل بين عدة مناطق. طبعا مشروع تطوير طريق الجهرة هو عبارة عن مشروع تطوير طريق بطول 10 كيلومتر تقريبا عندنا، أو يتضمن المشروع تقريبا إنشاء 17 كيلو من الجسور العلوية، بالإضافة طبعا إلى الخدمات اللي معها واللي تتضمن تقريبا بحدود 55 كيلو متر من كابلات الكهرباء، بالإضافة إلى طبعا خطوط الماء 35 كيلومتر، بالإضافة طبعا إلى الهاتف 12 كيلومتر، وإلى خدمات طبعا أخرى كثيرة فيه موجودة. ويتضمن طبعا اللي هو عبارة هو عن خمس مراحل تم تنفيذها الآن ولله الحمد، ما عدا عندنا بس الفيز الخامس اللي هو طريق الغزالي، وإن شاء الله نهاية هذه السنة إن شاء الله يكون تم افتتاحه بإذن الله. المشاريع الكويتية على مستوى المنطقة دائما ما كان لها وجودا مميزا من خلال الدراسات الكثيرة التي تقوم بها دولة الكويت قبل الدخول في أي مشروع، بغية الوصول إلى أفضل طريقة للإنجاز باستخدام أحدث الوسائل والأساليب، وهو ما جعل لهذه المشاريع مكانة مميزة على مستوى المنطقة. نجاح جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات الكويتية، وهذه المرة من خلال فوز الكويت بجائزتين مميزتين تعكسان الاهتمام الذي توليه دولة الكويت لكافة قطاعات المجتمع في خدمة جميع سكان هذه الأرض الطيبة. لتلفزيون دولة الكويت، كنان لحدو، دبي.